متزوجة خليه 21. لا بس خلاص تعبت، ما ابغى اتزوج، ما بي انا، ما بي تعبت، ليش انا تعبت، ما بي كيف، ما بي اتزوج الحين. اذا بتزوج بتزوج شيء في بالي، بتزوج احد في بالي. خلاص ابيك انت، تبين دعم، تبين فلوس، ايه ابي دعم وابي فلوس. يا ربي. سمعوا متتبعينا الكرام، سمعوا الملك الله يرحمها، الله يرحمها والله يغفر لها، هاد السيدة دي للناس اللي خارجة وكتضحك عليها، خارجة وكتطبل عليها، ايوا هي تستاهل، هي كدا هي كدا هي كدا. علاش اخويا، علاش حتى شي واحد ما بغاها كيف بغاها؟ هاد السيدة دي وقع لها ما وقع، يعني صافي، يعني كيف ما كيقول المثل، بكى مور الميت خسارة، واللي عطى الله عطاه، والام اي غلطات في حق هاد البنت، وراها دابا كتخلص. جاك مسحابك تا ام ديالها اللي كانت بالعاني كتخليها تخرج في الليالي، دابا راها مرتاحه، الام كتابعه غير الدرهم، وكانوا باركين بجوج على الراجل اللي هو بواها. حنا عارفين بعض الرجال راهم ماشي رجال، كتلقى ديما المراه هي اللي حاكمه فيه وولادو يدورو فيه وبزاف ديال الامور، ومنهم هذا الراجل هذا. والام دابا هي كتخلص، وحنايا ما علينا الا ندعيو لهاد السيده بالرحمه والمغفره. خلينا من داك الهضره ديال الكيلو، ايوا غزه فيها، ايوا كدا، ايوا تستاهل. هنايا كنبغيو نوقفو وقفه واحده مع الام ديالها، الام ديالها اللي ان شاء الله تاخذ الحق ديالها، الا كان الفاعل الرئيسي او المشابه الرئيسي هو اللي دير هاد الفعله، حيت خرجت اخباريه بلي هاد السيده حامله منه، هو دار لهاد اللعبه هادي وكثر لها من هاد المخطر هذا، الشيء اللي خليها باش توفى، او تكون شي صاحبتها هي اللي دارتها لها، او جاء اجالها. السيده اول مره تعاطى لهداك هذاك المخطر، او اول مره تجرب شي قرعه ديال الروج ولا شي حاجه، طلعت لها التبويقه بزاف، ضربات ديال القلب تزادوا، ولكن ما عيطوش لومبيلونس. هذا هو الديفو اللي داروا، كان عليهم يعيطوا لومبيلونس ويديوها ايرجونس، ماشي يخليوها تمايا، عيطوا على الاقل شوفوا السيده طاحت سخفات عيطوا لومبيلونس. ياك السيد قلتهم العاق ولا باس عليه وشد النص في المدينه، ويعيط لومبيلونس يمشي يعزق هاد السيده هادي، يديروا لها غسل المعده او كلات شي حاجه او ما شابه، ماشي يخليوها تمايا. وقال لك على حسب الشهود باللي داوها للحمام وبداو يغسلوا لها ورجعوها، ومع ذلك الوجه ديالها بدا زرق زرق. ابو تتبعينا الكرام، فهنا هي الام انفعلات وندمات علاش خلاتها كاع تخرج، حيت في واحد الساعه 11:30 جاها اتصال هاتفي بعد ما كانت طالبه واحد الساندويتش يرجع، وهي كيسحبها ليفرور، فبها واحد الصديقه كتعيط لها وكتقول لها واحد القصاره كاينه، واش تجي في الفيلا الفلان الفلانيه. اكيد السيده تما هضرب الضربه ديالها، وقالت لها بطبيعه الحال هذا بريكول خفيف ظريف وفيه بزاف ديال الفلوس، نجي. هي فرحانه وناشطه، وكتبت على ماماها وقالت لها بلي انا راه عندي واحد العيد ميلاد خاصني نمشي. هنايا الام مهما البنت كتعطيها الفلوس فضروري ما خلاتها، وقالت لها يا بنتي ما تعطليش. وهنايا اتجهت البنت لهاد الفيلا، شطحات وردحات وسكرات، اون في التالي كتجيها واحد الازمه نفسانيه، الشيء اللي خلاها الضحكه، صحاباتها ما فهموا والو وخلاوها تما مجبده، طلعوها الناموسيه وخلاوها تما ترتاح شي شويه. ولكن بعد ما هما كملوا القصاره ومشاو يطلعوا عليها، لقاوها وجهها شبه ولا كيتلون للزروقيه، داوها للحمام متبعينا الكرام، وغسلوا لها ودوشوا ليها، وهنايا رجعوها عاوتاني للناموسيه ولكن بدون جدوى. الرجل الكبير الشارف بدا كيشوف فيها، وهنايا بداو كيتسناو الفجر يأذن فعلا، والصباح طلع وتيتسناو الام ديالها الدق فعلا. شي وحده عيطت للام ديالها، والام ديالها شدت الطاكسي وتمت غادا تسبك للمقر ديال هاد الفيلا.
بدات كدوق افتح لها العساس ومشات تسبك. لقى الطوموبيله ديال بنتها كاينه تمايا، ولكن اما كتجاوبش في التليفون، الشيء اللي خلى قلبها يدق 160 دقه في الدقيقه. مشات تسبك وهي تلقاها مجبده في الناموسيه. ملي سولت ديك الراجل قال لها هزي عليا بنتك، انا ما كنعرف حتى شي حاجه. قالت له دخل الحمام بحال خروجه، وهي تعيط لرجال الامن مشكورين وتحيه ليهم كبيره اللي جاوا قاموا الدور ديالهم وداو جثة المستودع الاموات بعد ما تاكدوا منها باللي راه هي متوفيه. وهنايا قبطوا على كل شيء اللي كانت معايا، وكل واحد بداو كيديروا له محضر وكيتم تنطوا ليه.